اليوم حنا في اطار الاعمال اللي كتقوم بها جمعيه الطموح كنقدموا الادويه مجانا لمرضى السرطان، الادويه اللي شريناها واللي هي برعايه ملكيه، الله ينصر سيدنا والله يطول لنا في عمره على هاد الرعايه ديالو لمرضى السرطان. كنتمناو ليه الصحه والسلامه وطول العمر، وكنتمناو ان شاء الله هاد الناس هادو يتشافاو. وكنسائلوا جماعه الدار البيضاء عطات واحد العدد ديال الملايين المراكز العلاج، ولحد الان ازيد من 5 اشهر او 6 اشهر والادويه منقطعه عن المراكز ديال العلاج. كنتمناو هاد المبالغ اللي منحتها جماعه الدار البيضاء وجهه الدار البيضاء المركز محمد السادس لعلاج مرضى السرطان انها تتفاعل في شراء الادويه، لان هاد الناس كيف كتشوفوا اليوم هما واقفين، لولا الرعايه الساميه لصاحب الجلاله كان شنو كان المصير ديالهم؟ كانت غادي تدهور الحاله ديالهم، كنا غادي نشوفوا مره اخرى عدد كبير ديال الوفيات. ولكن الله ينصر سيدنا والله يطول لنا في عمره، لان بالفضل ديالو اليوم مرضى السرطان كياخذوا العلاجات ديالهم، كياخذوا الشيميو ديالهم، كياخذوا الادويه ديالهم، ما نقاطعوش على العلاج في جمعيه طموح لمساعده مرضى السرطان. اللي غادي نقول هو شكر كبير 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 لسيدنا. وكنتمنى هذه صرخه من جمعيه الطموح لمساعده مرضى السرطان لكل يعني المسؤولين على الشان المحلي باش يكون يعني نتحركوا في هذا الاتجاه، مادام ان كاينه واحد المبالغ اللي تصدات لدعم الادويه الخاصه بالسرطان من جماعه الدار البيضاء والجهه، خاص كل المسؤولين نشوفوا هذه المبالغ. علاش لحد الان مع العلم ان ليكونفونسيون تسناو تقريبا شهر 3 كنتسناتها الجهه، وقبل من شهر 3 كنتسناتها جماعه الدار البيضاء وولايه جهه الدار البيضاء صدات. كنتمنى ان شاء الله يكون في القريب العاجل مد جميع المراكز بالادويه. شهرين ما خديت الدواء، شهرين وانا متوقفه على العلاج بالسبب ما عنديش باش غادي نشري الدواء، بالفضل ديال سيدنا اللي كان معانا الله يخليه لنا ويطول لنا عمره ويزيد لنا في مداده باش خديت دابا هذا الدواء. وانا ما عنديش باش غادي نشريه، والمؤشر عندي طالع، وانا مريضه سرطان، والراجل عندي مشلول شلل كلي، ما عنديش باش غادي نشري هذا الدواء، ما عنديش باش غادي نشريه. هذا الدواء كيدير 40000 ريال و200 40000 ريال و200 انا ما عنديش باش غادي نشريه، وشهرين وانا متوقفه على العلاج. هذا يلاه يدير لي شهر، هذا الباك يلاه يدير لي شهر، ولا هذا الدواء عندي طول حياتي، عندي مرض مزمن، عندي لاليسيمي كرونيك، لوكيميا المزمنه، عندي سرطان مزمن، ما يمكنش نوقف العلاج ديالي. وانا دابا شهرين وانا موقفه العلاج وكنحس بالصحه ديالي مدهوره ليا، ورجليا ما بقاش كتمشى بهم، وناض فيا الحبوب في داتي كامله، ناض ليا فيها الحبوب حيت انفجر فيا داك المرض، انفجر ليا في الدات ديالي. هاد الدواء كيدير 40000 ريال وانا موقفه انا 3 شهور هادي، حتى لحقاش لا مطالع عندي ما كناخذوش. هاد الدواء كيدي ليا غير شهر، ما يمكنش كما وانا ما خصنيش نقطعو كاع بصفه نهائيه، خاصني مدى الحياه، حيت الا قطعته كما قالت لك هاد السيده هادي كتولي في حاله اخرى، كتولي ما تولي زروقيه، كتولي شحال من حاجه كتولي عندك، ما كتقدريش حتى تمشي كما قالت السيده هذه. وحنا مع المحسنين ومع الناس ومع الشيء اللي كاين، الله ينصر سيدنا ويطول لنا في عمره، يخلي ليه الصحه يحسو، يخلي ليه العائله ديالو كامله، يخلي ليه وليداتو حتى هو، الله يكثر خيره.